من الصعوبة بمكان أن تطل على مشاهدي قناة النادي الأهلي العظيم والعظيم أيضا بعد هذا الحوار الرائع للمدير الفني لفريق كرة القدم الفرنسي باتريس كارتيرون في ضيافة العزيز إيهاب الخطيب. أمتعونا الحقيقة بهذه الساعات وبهذا الحوار الذي يعبر عن شخصية متفردة للمدير الفني للنادي الأهلي الذي ننتظر منه الكثير. شكرا للأهلي الليلة وشكرا لقناة الأهلي والمايسترو خالد توحيد وكل الزملاء على الحقيقة هذه الجرعة التي رفعت الروح المعنوية وطمأنت الجماهير الأهلوية إن شاء الله على مستقبل فريقها، وبالتأكيد الخير قادم. لقائنا كالمعتاد نطرح فيه الزخم وبكل شفافية الدائر حول مشروع لائحة النادي الأهلي، دستور النادي الأهلي الذي يصنعه أعضاؤه وأبنائه وعيلة الأهلي. ولما نتكلم عن عيلة الأهلي فبنقول الجمهور قبل الأعضاء، وبنقول العمال والموظفين والمحبين قبل مجلس الإدارة حتى. الليلة كل المواد والأمور الشائكة والمقترحات التي اقتربت من 1300 مقترح يجيب على أسئلتنا ويعطينا صورة شاملة أو كاملة حول اللائحة وهي في النازعات الأخيرة. لجنة الصياغة بتعمل على المقترحات والتعديلات مستمرة، ومجلس الإدارة يعتمد من آن لآخر، ومجموعة من اللقاءات تبدأ غدا في مقر النادي بالجزيرة يعقبه مدينة نصر ثم الشيخ زايد السبت إن شاء الله للجنة إعداد اللائحة ومجلس الإدارة والكابتن محمود الخطيب. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم في هذه الليلة، والحقيقة أنا منتظر هذه الحلقة لأنه بنقدم يعني كادر من كوادر النادي الأهلي وقياداته التي نعتز بل ونفخر بها جميعا في مجلس الإدارة، السيد الأستاذ إبراهيم الكفراوي. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، برحب بك وبشكرك. أهلا وسهلا أستاذ شريف، وشكرا على المقدمة. الحمد لله حظنا حلو جايين بعد حلقة دسمة. صحيح بقى الناس هيبقى عندها برضو لسه القدرة على أنها تتابعنا ولا لا. أتمنى أن هم يتابعونا ويشوفوا، عشان هنرد على أسئلة كتيرة وحاجات كتيرة أثيرت الفترة الأخيرة، لكن الكويس ان هم خدوا اخبار الكوره من المنبع فهيعفونا من هذه الاسئله. احنا بكل الاحوال مش مسموح لنا نتكلم. لا بالظبط كده، امور النادي يعني الاهلي منظومه شديده الانضباط والرقي، يعني كل واحد عارف دوره ومحدش يقدر يتجاوز. وعلى فكره ما بنتكسفش كاعضاء مجلس اداره ان احنا نقول في حاجات في الكوره مش مالناش ان احنا نتكلم فيها، في حاجات في الكوره مش متابعينها لانها امور اداريه وفنيه لا تخص مجلس الإدارة. مجلس الإدارة مكلف الكابتن محمود الخطيب بملف كرة القدم من اللحظة الأولى. سبحان جرى العرف داخل مجلس إدارة النادي الأهلي أن في أول جلسة بيتم تكليف رئيس النادي بأمور الكرة، ولو في أعضاء مجلس إدارة آخرين يعني كانت لهم خلفية مع الكرة بيساعدوه في الأمور دي، لكن جرى العرف أن الرئيس هو اللي بيبقى مسؤول عن الموضوع ده. لكن شؤون كرة القدم بتعرض على مجلس الإدارة بعد أن يحسمها الكابتن محمود الخطيب ولجنة الكرة وقطاع الكرة. لا يعني ما فيش حاجة ما بتعرضش على مجلس الإدارة، لكن في فرق بين أن الأمور تعرض على مجلس الإدارة ومجلس الإدارة قد يتخذ قرارات تخص كرة القدم. زي حضرتك كنت متابع معنا بصفتك المتحدث الرسمي البيان اللي طلع ده مجلس الإدارة اللي مسؤول عنه. مجلس الإدارة مسؤول عن التدخلات الإدارية، لكن مجلس الإدارة مالوش انه يتدخل ان اللعيب ده مصاب، اللعيب ده يروح، لا دي مش شغل مجلس اداره، ده مش شغلي. انا شغلي ان انا بحط استراتيجيه عامه، بحط اهداف، بسخر كل سبل النجاح للجهاز الفني. الكلام ده مش في الكوره بس على فكره، ده في جميع الالعاب. ما ينفعش انا كعضو مجلس اداره ماليش ان اتدخل في الانشطه، ماليش ان اتدخل واقول اعمل كذا ما تعملش كذا. انا بجيب ناس تعمل الكلام ده، في الاخر هي بتتحاسب اخر السنه، اذا نجحت بنقول لها شكرا انتوا مستمرين معانا، إذا لا قدر الله في يعني حاجة مش سقوط يعني عدم توفيق بنعرف إيه الأسباب، وهل الأسباب كانت قهرية، هل هيكملوا ولا لا، ده دور مجلس الإدارة مش أكتر من كده. يعني ده جزء كمان من دستور الأهلي غير المكتوب وسر نجاحه الحقيقة على المدى. ده العرف. صحيح ده العرف. والعرف عادة أحيانا بيكون أقوى من العرف، أحد مصادر التشريع على فكرة، وأحيانا بيبقى أقوى من القانون. في دول يعني في دول عظمى يعني زي إنجلترا تدار بالعرف وليس بالدستور. صحيح. طيب خلينا النهاردة قبل يوم 9/9 يوم الحد إن شاء الله، بعتقد أن في جهد جهيد بيبذل
مجلس الإدارة في حالة اجتماع مستمر، اللجنة المركزية للائحة، لجنة الصياغة، اللجنة القانونية، في نفس الوقت وبالتزامن ورش العمل مستمرة. بكرة في ورشة رياضية مهمة هيحضرها نخبة الحقيقة من الرياضيين أبناء النادي الأهلي، سواء كابتن عبد العزيز عبد الشافي، كابتن زكريا ناصف، كابتن محمد فضل. الورشة الاقتصادية انتهت، الشخصيات العامة والفنانين انتهت بالأمس، الأستاذ نبيل الحلفاوي، لقاءات المجلس إن شاء الله مع الأعضاء في المقر والفروع المختلفة. قبل ما اتكلم وصلنا لفين في اللائحة أستاذ إبراهيم، ونطرح مع حضرتك أو نطرح مع حضرتك مجموعة من بعض الأمور التي ربما تكون ما زالت خفية على البعض أو أثارت قدر من الجدل، هو إيه فلسفة إنشاء لائحة أو إعداد لائحة؟ الأهلي بقاله فترة طويلة بيحاول يعمل لائحة. بص يا أستاذ شريف، خليني الأول أرجع ورا شوية واستأذنك إن أنا بشكر الناس، جميع الناس اللي ساهمت في النجاح ده ووصلتنا النهاردة إن إحنا إن شاء الله يوم 28/9 بنعرض دستورنا ولائحتنا للنادي الأهلي. الناس دي مش الناس اللي موجودة، مش الناس اللي حوالينا، لا، ده الناس دي تراكم خبرات من سنة 1907، ناس أسست لائحة النادي الأهلي الأساسية خالص من زمان، واللي كان فيها أحد البنود اللي دلوقتي قد تكون غريبة على الناس، إن لو واحد علّى صوته على عضو فهو يوقف ويحاول للتحقيق. الناس دي ادتنا خبرات متراكمة. بشكر كابتن حسن حمدي واللايحة ومجلسه 2014 واللايحة اللي عملها مع مجلسه وكان نائبه فيها كابتن محمود الخطيب معايا اهي. دي كانت لايحة ممتازة وكانت تأسيس لحاجات كتير، وسبقت قانون الرياضة ودخلت في الاستثمار ودخلت في حاجات جديدة. بشكرهم، عملوا بنية أساسية. صحيح. بشكر المهندس محمود طاهر ومجلسه والمجموعة اللي كملت معاه في آخر سنتين، لأن هم عملوا جهد وبنوا على قانون الرياضة وبنوا على اللائحة الاسترشادية وقدموا لائحة نختلف أو نتفق معها، إنما استفدنا من بنودها. خدنا بعض ما جاء فيها، أنا شخصيا استفدت منها. ممتاز. وبشكر بقى كل المجموعة اللي معانا، من أول جلسة كان من أوائل القرارات اللي خدها مجلس الإدارة بقيادة كابتن محمود الخطيب. لا لا، ده في ديسمبر. في ديسمبر من أول جلسة اللي هي أعتقد كانت يوم 7/9 ديسمبر أو 7 ديسمبر تقريبا. فالجلسة دي كان أول قرارات تشكيل لجنة إعداد اللائحة. إعداد اللائحة، وحضرتك كنت عضو فيها. وكانت برئاسة الوزير العمري فاروق. لا، الوزير العمري فاروق لازم حد من مجلس الإدارة. ونائب رئيس النادي. نائب رئيس النادي. وزميلي الاستاذ طارق انديل. زميلي الاستاذ محمد الجرحي وانا معاهم، وكان المستشار فهمي محمود فهمي كان معانا في اللجنه، والوزير العمري فاروق قال لا، ما يصحش ان قام بقيمه وتاريخ المستشار محمود فهمي ان هو اقعد انا رئيس عليه، لانه المستشار محمود فهمي اللي الناس ما تعرفوش ان في يوم من الايام بعد وفاه كابتن صالح سليم وبعد استقاله كابتن حسن حمدي كان رئيس النادي الاهلي لمده 40 يوم حتى تمت الانتخابات، تنازل له، وكان والمستشار محمود فهمي هو اللي قاد لجنه اعداد اللائحه. لا، والاهلي بيحترم رموزه ودايما اعضائه بيدونا المثل القدوه يا استاذ ابراهيم. دي حقيقه مش شعارات، ولازم نطبقها عشان زي ما استفدنا من اللي قبلنا نديها للي بعدنا. دي الناس اللي تعبت والناس اللي اشتغلت. اشتغلتوا في اللائحه دي على مدى السبع شهور او ثمان شهور اللي فاتوا؟ اشتغلنا فيها وتم الاعداد حتى خرج هذا المنتج، المناقشات وكل الكلام ده. المنتج هو مش منتج نهائي على فكره، هو دي مشروع. كانت مشروع بالظبط، وكان مجموعه افكار وحاجات كتيره، وانما المتن او الشكل النهائي للائحه لا، في اشكال، في شكل نهائي هيطلع. بوعد الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ان هو بحاجه مشرفه جدا باسم وتاريخ النادي الاهلي، حاجه هتتاخد زي ما قلت لحضرتك يمكن قبل ما ندخل، ان لائحه النادي الاهلي هتبقى المقياس اللي هيقاس عليه اللوائح لجميع الانديه في مصر كعهد النادي الاهلي في كل حاجه. على فكره بشكر برضو، عشان ده واجب علينا، بشكر الوزير السابق خالد عبد العزيز، عمل جهد وقدم قانون رغم تحفظنا عليه، رغم وجود حاجه، لكن كانت بدايه لان ما كانش عندنا حاجه خالص. اسس قانون محترم في بعض الحاجات، لكن اللائحه الاسترشاديه رغم كل ما قيل عليها
جهد محترم من اللجنه الاولمبيه بتحكم انديه كتير لانها بتحكم انديه كتير صحيح. دي بتحكم انديه فيها 50 واحد وانديه في الكوره لحد النادي الاهلي فهي كانت زي ما بيقولوا ايه وان سايز فيتس اول بيقولوا كده بالانجلش اللي هو حاجه بمقاس واحد لكل الناس انت بقى فصل اللي على مقاسك انت كنادي اهلي تاخد اللي يناسبك اللي ما يناسبكش وتبني عليه فالناس اللي بذل الجهد دي كلها بنشكرها بناخد بقى خطوه قدام وبنتقدم لقدام انا دايما بقول كده انه ده قدر النادي الاهلي وقدره ايضا استاذ ابراهيم انه يكون رائد بكل خبراته وبكل تاريخه وبرموزه في انه يقدم المثل والقدوه لكل الانديه المصريه وحتى للمجتمع المصري لانه الحقيقه حاله الحراك المجتمعي اللي احدثتها موضوع اللائحه ومشاركه جميع الرموز واطياف المجتمع ومجلس الاداره ومجالس الادارات السابقه واعضاء الجمعيه العموميه واستقبال المقترحات احدث حاله من الطمانينه من الاريحيه النادي الاهلي وابنائه شاعرين ان هم اللي بيعدوا هذه اللائحه هل انا محق في هذا الكلام وخدته بكثير من المقترحات دي ولا المقترحات بتيجي وبتضربوا بها عرض الحائط وانتوا ناويين تعملوا اللي انتوا عايزينه يا استاذ ابراهيم خلينا اقول لحضرتك ان كلام حضرتك طبعا سليم تماما وقدر ابناء النادي الاهلي وشرف لينا ان احنا نبقى داخل النادي الاهلي بيضيف لينا وهو السبب في وجودنا هنا وهو السبب في كل حاجة كويسة احنا فيها الحمد لله إنما طبعا في حالة حراك حراك مجتمعي وحركة حالة حوار وكل حاجة حصلت لكن ما تنساش إن منذ الإعلان عن هذه اللائحة 15 أعتقد كان في منتصف أغسطس حصل حالة من اللغط تحملها مجلس الإدارة وعايزين نقول أن منذ الإعلان عن هذه اللائحة وحتى الآن مجلس الإدارة الناس المسؤولة اللجنة المركزية لإعداد اللائحة ولجنة الصياغة في حالة عمل تام لمدة 12 ساعة يوميا ما لا يقل عن 12 ساعة يوميا وأنا بقول لك وكل العاملين في النادي وكل الناس على قلب رجل واحد لكن خلينا نقول إن كان في حاصل حالة لغط كانتش الناس مصدقة يعني إيه حالة حوار مجتمعي إيه الحوار المجتمعي اللي أنتوا جايين تقولوا لنا دي أول مرة تحصل في دي أول مرة تحصل في مصر وأعتقد إنها ما حصلتش في إعداد أي لائحة أو دستور على مستوى العالم إن الناس هي اللي بتشارك الناس ما كانتش مصدقة في الأول تحملنا كتير قوي تحملنا الانتقادات تحملنا التريقة في ناس وصلت مش عايز اقول للتطاول لكن للتشكيك ايه الحوار المجتمعي اللي انتوا عايزينه ايه العك اللي انتوا عاملينه ايه الغلطات اللي انتوا عاملينها دي لا ولا هيعملوا اي حاجة على فكرة سهل جدا حضرتك تعد لائحة تدخلها طبقا للقانون طبقا للائحة الاسترشادية تدعو الجمعية العمومية غير العادية اتفضلوا تيك ات اور ليف ات او او لا والسلام عليكم في انديه كتير عملت كده ولائحتها توافقت عليها وفي انديه كتير عملت كده ولائحتها ما توافقتش عليها انما احنا ما كناش محتاجين الكلام ده. اللائحه اي لائحه في الدنيا بدايه من دساتير الدول نفسها ده اجتهادات شخصيه واجتهادات افراد زي حضرتك صحيح. وزي كل الناس اللي شاركت لهم ما لهم وعليهم ما عليهم بيخطئوا وبيصيبوا ممكن الناس تشوف ان ده صح وممكن يبقى ليك تحفظ مفيش دستور وفي النهايه حتى بعد الاعداد اللائحه في ابهى صوره بالتاكيد برضو البعض قد يختلف حولها لان هي منتج بشري ليست نص منزل من السماء بالظبط يعني. كده ويا استاذ شريف اي لائحه في الدنيا في عليها تحفظ مفيش حاجه ما عليهاش تحفظ الا ما انزل من السماء صحيح فيما عدا ذلك عليه تحفظ حضرتك حتى يعني هي ايه اللائحه دي اسلوب تشغيل العمل اليومي داخل النادي وداخل المؤسسه تمام حضرتك لما بتشتري تليفون النهارده ده ليه نظام تشغيل كل كام شهر بيقول لك طور نظام التشغيل انت قابل انك تطور اللائحه دي وليها اسلوب وليها طريقه للتطوير عظيم لكن انتوا خدتوا بمعظم المقترحات اللي وصلت للجنه استاذ ابراهيم حضرتك عارف كم مقترح وصل عشان بس الناس شككت انا ما حضرتش الاجتماع امبارح فمش انا عارف. على فكره قبل ما اجي لك عديت على النادي مخصوص عشان اجيب اخر المقترحات اللي اتقدمت للائحه وده الفايل كامل للمقترحات وممكن اذكر لك اسامي ناس مذكوره هنا يعني يا ريت لو في فرصه ماشي 3 4 اسماء انا بس عايز اقول الرقم اللي شارك 1000
268 اقتراح وصل لمجلس إدارة النادي الأهلي من أعضاء الجمعية العمومية. من أعضاء الجمعية العمومية، سواء اتسلم باليد في السكرتارية، سواء اتبعت بالإيميل على شارك في إيميل معمول اللي هو شارك @اهلي.com، او سواء الناس اللي في البوسز او المقرات اللي اتعملت جوه في داخل جوه في مقر وفي كل فرع من الثلاث فروع، والناس استلموا بايديهم وتناقشوا مع الاولاد من لجنه الشباب اللي هم كانوا قاريين اللائحه وبيردوا عليهم وبيستلموا وبيشجعونا وبيدونا الفيدباك. ده الشباب اللي احنا معتمدين عليه، ودول ان شاء الله اللي هيبقوا موجودين طبعا اللي هيبقوا موجودين بعدين ان شاء الله. يعني عندنا عندنا استاذ احمد حمدي، اسم العضو استاذ احمد حمدي، يوم 25/8 قدم اقتراح بيقول النادي الاهلي هو هيئه اهليه خاصه ذات نفع عام لا تستهدف الربح بين قوسين. ماشي. برضو استاذ احمد حمدي الا تقل حصه النادي الاهلي في راس المال عن 66%. نسبه استاذ محمد حامد يوم 17/8 بيقول نسبه 66% ما تخلوها 51% زي الناس كلها. الموضوع ده فيه كلام ماشي. كتير واتعمل حواليه ورشه حضرها اقتصاديين وقانونيين برئاسه الدكتور فاروق العوده، ممكن حضرتك تطلعنا على بعض التفاصيل. بالظبط. 20/8 استاذ مصطفى محمد مصطفى بيقول لا تمنح الرئاسه الشرفيه لاي فرد الا بعد موافقه الجمعيه العموميه برجاء وضع تلك الفقره بلائحه النادي للاسباب الاتيه. وذكر الاسباب. دي نقطه مهمه الحقيقه، ممكن حضرتك تكلمنا عنها، موضوع الرئاسه الفخريه بقى مش الشرفيه. الفخريه او الشرفيه على فكره هي كانت وارده في اللائحه، هو يمكن استاذ مصطفى ما كانش قرا اللائحه، لكن هي كانت لا منح لرئاسه شرفيه او فخريه الا بموافقه الجمعيه العموميه، اقتراح مجلس الاداره وموافقه الجمعيه العموميه. طبعا المجلس يقترح. استاذ عادل عبد المنعم، تضاعف سماحيه مده استكمال العضويه لكل الفروع الى 6 سنوات بدل من 3 سنوات. ده اقتراح، وده اقتراح مهم الحقيقه، يسهل حتى على فرع الشيخ زايد وعلى فرع التجمع لما يفتح السوبر ليج يكون عندهم الناس فرصه ان هو يقدر يستكمل العضويه كامله علشان يبقى عضو جمعيه عموميه وله الحق في اختيار مجلس ادارته. يعني مدام عزه عبد المقصود كاتبه، اولا ليه التفريق بين الاولاد عند الفصل؟ يعني ليه الولد غير البنت؟ ما نعمل بند واحد دون التفرقه بينهم، كده كده الاثنين واخدين العضويه من والدهم. على فكره دي تفرقه على اساس النوع، ومن المتفق عليه انه لا يجوز. على فكره عندها حق، ولما هتناقش مع حضرتك في بند العضويه تم التعديل وتم التوحيد. لان مفيش فرق بين الولد والبنت، انا ليه بعمل تفريق؟ يعني الحقيقه مقترحات الاعضاء نبهت لجنه الاعداد واللجنه المركزيه لكتير من بعض الملاحظات القيمه اللي وتم تعديل اللائحه وبعض البنود على اساسها يا استاذ ابراهيم. بالظبط كده، بالظبط. ف 1268 طبعا عظيم. مش عظيم. هنذكره كله، لكن طبعا. انا حبيت بس اذكر بعض الامثله اللي هي كان فيها اقتراحات جت ومن اوراق الاوراق اللي موجوده عشان الناس تعرف ان احنا لما بنقول 1268 هو فعلا 1268 مقترح كمان. لدرجه ان انا عايز اقول لحضرتك ان في مقترح جه النهارده من احد الاعضاء لانشاء جامعه وعامل دراسه جدوى وبعتها. يعني الناس حست بمصداقيه، حست ان في تفاعل، مشاركة. حست ان في مشاركه، حست ان صوتها مسموع وبيتنفذ اللي هي طلبته اتنفذ. في حاجات على فكره كانت على غير الفلسفة بتاعتنا وما كناش مقتنعين بيها، والنقاط اللي دار عليها جدل كتير كان ليها فلسفتها من مجلس الإدارة وكان ليها أسبابها. هنتناقش فيها إن شاء الله، لكن قصدي أقول لك رغم قناعتنا كمجلس إدارة نزلنا على رغبة الجمعية العمومية، لأن هي أعلى سلطة داخل النادي، السلطة المؤسسة. طب إحنا فين دلوقتي يا أستاذ إبراهيم؟ يعني قبل كده معرض تقرير سريع لسعادة المستشار محمود فهمي، وصلتوا لفين؟ يعني أين نحن الآن في النادي الأهلي وجمعيات العمومية واللجنة المركزية لإعداد اللائحة ومجلس الإدارة؟ الصورة شكلها إزاي؟ يعني بتعملوا إيه؟ أولاً حضرتك إحنا جالنا ال 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 الاقتراحات، اقتراحات كتيرة جات لنا، صنفتوها وبوابتوها ودرستوها. ان اكيد 1268 اقتراح في بينهم حاجات كتيره مقرره مشترك. يعني 30 اقتراح مثلا بالمكتب التنفيذي وتشكيل المكتب التنفيذي، حوالي 50-60 اقتراح على الرئيس وبند الثمان سنين، اقتراحات كتيره جدا على بند سلطه مجلس الاداره في التعديل في التعديل اللائحه، وكان في لغط كتير واتفهم غلط وما خدناش فرصه، انما لقينا ان ده اتجاه عام. كل دي اقتراحات وحاجات. في اقتراحات احنا زي ما حضرتك عارف اللجنه المركزيه اجتمعت حوالي 4 مرات،
في اقتراحات اقرتها وعدلتها وعادت وبعتتها للجنه الصياغه، لجنه الصياغه عادت صياغتها ودخلناها مجلس الاداره واعتمدها على مرتين سريعا كده. اول مره يعني ست بنود، اول مره ست بنود، موضوع الارمله والمطلقه اللي كان شاغل الناس على فكرة. والمره اللي فاتت ده فكره التفسير والتعديل، حق التعديل بالظبط. هنستعرض عليها موضوع المطلقه وايه سببها. هو كانت اعتقد ان دي كانت غلطه مطبعيه، لان كان المقصود بيها العضو اللي اكتسب العضويه من مراته، وكان في ناس كتيرة اعترضت ان انا لما اكتسب عضوية من مراتي وادخل النادي وبعدين يحصل حالة طلاق فاتجوز مرة تانية وادخل العضوة معايا، كان في كلام. فاعتقد ان دي كانت الحته دي كانت في المنطقه دي، ويعني كانت غلطه مطبعيه. هنتكلم بالتفصيل قوي على شؤون العضويه. زي ما بقول لحضرتك مثلا الهيئات الجهات القضائيه بقت الجهات والهيئات القضائيه او الهيئات القضائيه، الحاجات دي كلها اول ست بنود مش عايز اراجعها تاني عشان زملائي في المجلس قالوها. في بعديها التخلف عن حضور الجمعيه العموميه. امبارح كان معانا بعض الساده الاعضاء من رموز النادي الاهلي، الحقيقه كانوا بيطالبوا باعفاء اللي فوق 60 او 65 سنه من فكره الغرامه، ونوضح الغرامه هتبقى على مين يا استاذ ابراهيم؟ هل استجابت الغرامه على مين وايه؟ ولما نيجي لبند العضويه هنقول برضو الغرامه حضرتك بتيجي على اللي ما بيحضرش الجمعيه العموميه فعلا. يعني انا لو انا وزوجتي انا حضرت وهي ما حضرتش، هي اللي بتتحمل الغرامه. لو هي حضرت وانا ما حضرتش، انا اللي بتحمل الغرامه. اللي هي تبقى نسبتها كام او قيمتها دي؟ هي نسبتها 50% من قيمه الاشتراك السنوي. والاشتراك تقريبا قد ايه؟ يعني احنا خلي بالك في فرق بين ما تدفعه، اللي بتدفعه مثلا حوالي 500-600 جنيه، ده بيبقى شامل الدواليب، شامل الخدمات، شامل التبرع لصندوق العاملين، لصندوق العاملين وكل الكلام ده، دي كلها شامله. لكن الاشتراك في الاخر بيبقى اعتقد من 60-100 جنيه، يعني الغرامه بتبقى من 30-50 جنيه على العضو بس اللي مشارك، على العضو. والزوجه كمان اشتراكها اقل، فبتبقى حاجه بسيطه جدا. فاحنا حبينا نقول الكلام ده. مجلس الاداره كان فيه اقتراح برضو ان كبار السن يعفوا، وتم الموافقه على ان فوق 65 يتم اعفائهم. دي الحاجات. المجلس الانتخابي في ناس كتير قالت ان احنا المجلس الانتخابي مش شايفينه وهيدخلنا في لغط والكلام ده كله، اتلغى. في تفسير لاحكام حاجات معينه، ماده التسويه المنازعات لما رجعنا للقانون فعلا لازم هو مركز تسوية المنازعات هو المرجع القانوني لينا، مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية. بالظبط كده، مش القضايا الإدارية. لا، مش طبقا للقانون، لقانون الرياضة. لأن قانون الرياضة كل فلسفته هو إخراج الجهة الإدارية من التدخل في العمل في المجال الرياضي طبقا للميثاق الأولمبي الدولي. فالنهارده لما انا احط في لائحتي ان انا هرجع لاي قضاء اداري، انا بعمل طيب خليني حاجه ضد المثال. خليني اكون واضح ودقيق في النقطه دي يا استاذ ابراهيم. يعني هنفترض جدلا انه شخص ما رفع قضيه امام القضاء الاداري وهو غير مختص طبقا لقانون الرياضه اللي صدر العام الماضي. حضرتك صحح لي وانا بتكلم غلط. القضاء، لا القضاء الاداري ولا القضاء العادي، اصبح مختص بنظر الامور الرياضيه في قانون الرياضه، وبيقول مركز التسويه والتحكيم التابع وهو مركز قضائي بالمناسبه للجنه الاولمبيه. تمام. اذا فرض جدلا انه ما حكمش بعدم الاختصاص الجهه القضائيه اللي اتعرض عليها الامر وحكمت بحكم ما، فهو اقدر اقول كده هو والعدم سواء، لانه صدر على غير اساس قانوني من غير جهه اختصاص. شوف يا استاذ شريف، في حاجات اتكلمنا فيها واتكلمنا فيها، يعني ما حدش يجي يقول لي ايه انتوا ما نفذتوش حكم قضائي. انا في النهايه ما اقدرش اجزم بكده لان انا مش راجل قانون، ودي يعني لازم نرجع فيها للجان القانونيه وللناس القانونيين المستشارين القانونيين لمجلس الاداره عشان يقولوا لنا. وما حصلش حاجه زي كده لحد دلوقتي. لكن مثلا في موضوع عضويه الفروع في حكمين من القضاء الإداري من القضاء الإداري بيحكموا بأحقية الفروع في حضور الجمعية العمومية. بالظبط كده. وفي كل بس حاجة بس ده بناء على قانون الرياضة القديم 75. بعديهم في حكمين من مركز التسوية والتحكيم. الحكمين دول بيجبوا الاولانيين، وعشان كده انا ما قدرتش اساعد وادخل. يعني كان حتى لائحة المهندس محمود طاهر
كان فيها الجزئيه دي ان بما لا يتعارض مع احكام القانونيه. يعني هو كان سامح في اللائحه بدخول اعضاء الفروع عشان التصويت وحضور الجمعيه العموميه بما لا يتعارض مع الاحكام القانونيه او اي حكم قانوني. فانا النهارده عندي فعلا كان عندهم حق، ما اعرفش كان الحكم ده طلع ولا لا، انما فعلا طلع عندنا حكم قانوني بيقول الكلام ده، عشان كده ما قدرتش ان انا احط الكلام ده في لائحتي. عظيم. طيب احنا هنتكلم بالتفصيل عن موضوع الشؤون العضويه، لانه حضرتك بالاساس رئيس لجنه الشؤون العضويه في النادي الاهلي. وكمان كنت مسؤول عن ورش العمل والمناقشه المطوله جدا مع الزملاء في اداره الاشتراكات وغيرها وبعض الاعضاء. تقول لنا طمنتوا الناس وصلتوا لفين بعد ما نشوف هذا التقرير الحقيقه اللي فيه لقاء سريع مع السيد المستشار محمود فهمي رئيس لجنه اعداد اللائحه والقامه القانونيه الاهلاويه الكبيره. واعود الى ضيف الكريم الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس الاداره، او حضرتك واحد من اقدم الاعضاء في النادي مش كده؟ كان حضرتك مجلس الاداره مهتم قوي بموضوع الادميه بنفسه وحريص الحمد لله. هو الادميه طبعا كابتن خطيب، وبعدين زميلي الوزير العمري فاروق، وانا احنا اقدم اثنين، لان احنا حضرنا اخر دوره للمرحوم كابتن صالح سليم، وشرفنا ان احنا اشتغلنا معاه لمده سنه ونص، فاخر جيل اشتغل معاه واصغر جيل اتعلم. يعني ايه ده، انا فاهم غلط؟ يعني مش المهندس خالد مرتجي والاستاذ خالد درندلي؟ استاذ خالد درندلي ولا هم اكبر سنا؟ انتوا كنتوا اكبر سنا، احنا كنا داخلين تحت سن ساعتها. استاذ خالد درندلي سنة كام بعد وفاة كابتن صالح سليم وتصعيد كابتن حسن والمهندس إبراهيم معلم وكابتن محمود، هو دخل كعضو مجلس إدارة 2004. المهندس خالد مرتجي دخل. انتوا كنتوا بقى في المجلس تحت السن في هذا الدور؟ بالظبط كده. بالظبط كده. طيب وهنتكلم عن ممكن النادي الأهلي يا جماعة، النادي الأهلي. خلونا نشوف سيد المستشار محمود فهمي ونرجع لحضرتكم. اللائحة طبعا في لجنة شكلت بقرار مجلس إدارة لصياغة مشروع اللائحة، وانا مشارك فيها، ومشارك فيها برضه الساده اعضاء مجلس الاداره والسيد الاستاذ عمرو فاروق وبقيه الاعضاء. احنا استندنا في اعداد اللائحه الى اللائحه السابقه القديمه اللي هي بتاعه النادي الاهلي، اللي هي منشره طبقا لقانون الرياضه السابق 77. ثم كنا عملنا لائحه 2014 في المجلس السابق. احنا جمعنا كل السوابق الخاصه بالنادي الاهلي من لوائح داخليه ولوائح خارجيه، وطبعا في الاخر قانون رياضه الاخير الصادر، لان المفروض ان اللائحه لا تخالف اي نص في القانون. يعني اللائحه 129 ماده المشروع، يعني المشروع واعيد صياغتها اكثر من مره قبل ما تتعرض على الساده الاعضاء. يعني حصل مناقشه وحصل تصفيه لبعض المواد، ولم يوافق المجلس إدارة على بعض المواد، لأن طبعا اللائحة هي مشروع في النهاية، وفي النهاية طبعا مجلس إدارة هو المرجع الأول والأخير، لأن أي لائحة بتعرض بقرار أو بمذكرة مجلس إدارة الجمعية العمومية، سواء كانت جمعية عمومية عادية أو غير عادية، فمجلس إدارة هو المرجع الأخير في الموافقة على. إحنا عملنا أكثر من لجنة وتلقينا كابتن خطيب فتح الباب لي يعني اللائحة كمشروع للمناقشة، مشروع أخير، وعرض على السادة أعضاء النادي، ووجهت لهم كلهم الدعوة لإبداء ملحوظات اللائحة طبعا قبل للتعديل والحذف والإضافة وأي نص غامض يفسر إلى آخره يعني. وبالتالي ووجهت برضو اللائحة إلى السادة أعضاء مجلس إدارة ورؤساء مجلس إدارة السابقين كلهم، عشان برضه يبقى المناقشه، يعني احنا عيله واحده، فالجميع يجب يدلي بدلوه في ايه؟ ها؟ في المشروع اللائحه. وبالتالي احنا جالنا على اكثر من مرحله، اول تعديلات 11 تعديل او مقترح، وصفيت الى 6-7 تعديلات، وكان المعيار ان المواد اللي خدت مقترحات 70-75% تبقى جديره بعادة النظر فيها. تاني مرحلة برضو جالنا حوالي 18 مقترح أو 20 تقريبا، وعرضت هذا الكلام على مجلس إدارة الأخير أظن أول امبارح، ومجلس إدارة برضو ليه وجهة نظر في بعض المواد هتعرض علينا النهاردة بإذن الله، وبعض المواد هو وافق على رأي اللجنة، لأن برضو أنا بأكد أن اللجنة برضو رأيها استشاري في النهاية يعني، والمرجع الأول والأخير رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس إدارة.
والسيد امين الصندوق وبقيه الاعضاء. كابتن خطيب قال والله يعني الامر مفتوح وتلقي المقترحات لغايه يوم 9/9 على اساس ان اللائحه هتبقى بصيغه نهائيه معروضه للساده الاعضاء قبل الجمعيه مثلا ب 20 يوم او 15 يوم يعني حسب القانون يعني. وبالتالي يعني هتقفل باب تلقي المقترحات ان شاء الله يوم 9. شكرا للسيد المستشار محمود فهمي. الحقيقه هذا اللقاء اجري اليوم قبل يعني ساعات على هامش اجتماع اللجنه القانونيه لجنه الصياغه. شايفين حقيقه قمم قضائيه من ابناء النادي الاهلي سواء السيد المستشار مجدي العجاتي رئيس مجلس الدوله الاسبق ووزير شؤون مجلس النواب ايضا، المستشار اسامه قنديل، المستشار علاء قنديل، المستشار عمر مع المستشار محمود فهمي ومدير الشؤون القانونيه بالنادي الاهلي الاستاذ محمد فتحي. حقيقه نخبه عظيمه بتصيغ وبتضبط بقى لغه التعديلات من اجل مراجعتها لغويا ثم اعداد اللائحه في شكلها النهائي. حضرتك شفت لجنه الصياغه النهارده يا استاذ ابراهيم بتحضروا كاعضاء لجنه معاهم من قبل النهارده يعني كنت كلفت من كابتن محمود الخطيب ان انا اقعد النهارده مع لجنه الصياغه عشان نقعد ونتكلم، لان زي ما حضرتك بتقول لجنه العضويه مع قسم الاشتراكات قعدوا وخلصوا جزئيه العضويه وهي اكتر وحاجه حساسه، لا اكتر حاجه حساسه لان دي اللي بتلمس الاعضاء يوميا ودي اللي حصل فيها لغط ودي اللي الناس حست ان في مشاكل فيها ودي اللي عندنا تراكمات سنين طويله ومشاكل سنين طويله. عايز اقول لك ان في مشاكل ترجع ل 30 و40 سنه. يعني هقول لحضرتك ازاي. طمنا بقى يا استاذ ابراهيم الى اي مدى اخذتم بالمقترحات وحليتوا المشاكل او نهيتوا قدر كبير منها حتى لا يعاني الساده الاعضاء؟ يعني اولا خليني اشكر زملائي في لجنه العضويه بالذات استاذ طارق قنديل اللي هو يعني عضو المجلس كان هو ضيف عندنا هنا. طبعا يعني عايز اقول لك ان هو اكتر واحد طلع عينه معانا في لجنه العضويه واكتر واحد بيجي وبيقابل الاعضاء وعمل كم مقابلات مع الاعضاء غير طبيعي. لا استاذ طارق يعني اخ اكبر وزميل عزيز، هو نشيط شرفت بان انا اتزامل معاه المره دي في مجلس الاداره، عامل مجهود كبير قوي وشارك كتير معانا. استاذ محمد الجرحي برضو كان معانا وحضر اداره الاشتراكات واداره العضويه في النادي. ادونا كل حاجه وادونا عصاره الخبرات بتاعتهم لان هم دول المهمين. يعني حضرتك في المقدمه قلت الجمهور والعاملين صحيح والدول دي عيله الاهلي، ما هي دي عيله الاهلي وهم دول اللي لازم ناخد منهم، هم دول اللي بيتعاملوا مع الاعضاء بصفه يوميه. ادونا خبراتهم، قالوا لنا المشاكل اللي بتقابلهم، ايه المشاكل اللي عايزينها تتحل. جزء كبير منها لقيناه واقعي، جزء كبير منها مشكله العضويه والشؤون العضويه انها بتمس حالات انسانيه، حالات ملهاش حل، حالات ما كناش كانت ايدينا مغلوله ان احنا نحلها. يعني انا من سنه 2000 انا عضو مجلس اداره في دوره 2000-2004، في 2014 مع المهندس محمود طاهر في حالات بتعدي عليك بتبقى صعبان عليك انك مش لاقي لها حل. خليني يا استاذ ابراهيم اقول لحضرتك يمكن حضرتك تذكر هذا الامر. اتصلت بحضرتك مره يعني من خلال رصدنا كان بعض الزملاء بعتوا لي بوست لبنت الفنان العظيم الراحل الاهلاوي فريد شوقي بتشتكي فيه من فكره ان هي تزوجت فاعطت لزوجها العضويه فتحولت العضويه هو الى عضو عامل، يبدو حصل انفصال. فالموضوع طبعا احنا ما بنقولش اسرار، ده كان منشور يعني هي اللي نشرته، كان منشور على الفيسبوك وانا عرضت الامر على حضرتك يعني. ناهد فريد شوقي عبير لا ناهد على ما اعتقد ناهد عبير ولا ناهد مش عبير اعتقد الاستاذ عبير الزملاء المخرجين محمد البرجاوي لحقني وقال لي ان هي كلمته. يبدو انه حصل انفصال فاصبح الزوج هو العضو العامل وخد رقم عضويتها وهي اصبحت انا النقطه دي هل ده كان تبع اللائحه الاسترشاديه وعالجتوها ازاي في اللائحه الجديده؟ لا ما كانش تبع اللائحه الاسترشاديه، لكن كان اللائحه الاسترشاديه والقانون الجديد اجبر الانديه انها يبقى عندها داتابيز وتعمل قاعده بيانات للعضويه وتسجل العضويه الكلام ده. للاسف هي عضويتها قديمه فعلا فضم وكان في ضم للزوج. الوقت ده احنا طبعا كان حصل تحديث وميكانه العضويه واحنا اول نادي في مصر عمل الكلام ده من سنه 2000 ل 2004 في دوره 2000 و2004.
فكان بتدخل العضوة اللي بتضم زوجها، كان زوجها هو اللي بياخد الرقم الأصلي ليها، فلما يحصل انفصال هي تطلع وتاخد رقم تاني. فبيبان مثلا لو هي عضوة من سنة 86 وانفصلوا في سنة 2010، فبتبان عضويتها أنها 2010 في حين أنه هو تاريخ بالنسبة لها ووالدها بالظبط كده. للأسف ما قدرناش نساعد، لأن الحاجات دي كانت قبل التطوير وقبل السيستم الجديد، لكن تفادينا ده في التحديث. لما بيحصل حالة انفصال صاحب العضوية الأصلي هو اللي بيرجع ليها، أيا كان، لو الراجل هو صاحب العضوية الأصلي بترجع ليه رقم العضوية الأصلي، لو الزوجة بيرجع لها. طب والعضو العام الواحد ياخد إيه بقى؟ يدفع فلوس ولا ياخد رقم جديد؟ يعني هل العضو بعد ما بينفصل في شروط للانفصال حاطينها في اللائحة، وكان في لوائح شغالين عليها بعد مرور فترة معينة، لو حصل في الزواج ده في أبناء ولا ما فيش أبناء، الكلام ده كله طبقا للشروط واللوائح المالية بتاعت النادي. عظيم. اللي هي لا تتعارض مع اللائحه المركزيه او اللائحه الماليه للاداره المركزيه. الوزاره الشباب. طيب قول لي ابرز ما ورد اليكم في لجنه شؤون عضويه وفي ورش الخاصه بالاشتراكات والعضويه، وتفاديتوها ازاي في اللائحه؟ لا، عندنا حاجات كتير قوي، وزي ما بقول لحضرتك حاجات دايما مشكله العضويه انها بتمس انسانيات، وفي حاجات كنا بنبقى مغلولين الايدي فيها لحلها. يعني مثلا حضرتك ان في عضوة بنت عضوة مع والدها، فصلت عن والدها وبقت عضو عامل وتزوجت وأضافت زوجها، لما بيحصل انفصال ما بينها وما بين زوجها هي بقت في الشارع، ما بقتش ولا عارف أرجعها لوالدها ولا عارف أديها عضوية جديدة. ودي حالة كانت غريبة جدا. معقولة؟ والله، وكانت باللوائح وبالقوانين ما اقدرش، ولو حطيتها يجي لي الجهاز المركزي للمحاسبات ويجي لي وزاره الشباب والرياضه وتقول لي انت دي عضويه غلط، وحصل في حالات كتيره وبتبقى معرض للمساءله. دي حاله ما تنفعش، ده هي الاساس، هي اللي مدخله زوجها عليها، فما كانش ينفع. فعملنا الحالات دي، القصه دي وقصه العضويه الاناث، وان هي تحتفظ بعضويه بالظبط، ان هي الزوج يخرج ولا يحتفظ حاله التحويل للعضويه. لا، الزوج بيحتفظ بالعضويه بتاعته، لكن قلنا ويستثنى من ذلك الشرط زوجه العضو العامل ابنه النادي بالاساس، والتي كانت عضو تابع قبل الانضمام لزوجها. عظيم. يعني انا عضوه تابعة والدي للوالد، اتجوزت وانا عضوة تابعة، فبقيت عضوة عاملة مع زوجي اللي هو عضو في النادي مثلا، او بقى اللي هو عضو في النادي اللي هو اصلا عضو في النادي. لو حصل طلاق فما بقتش عضوة ولا هنا ولا هنا، وهي ما اكتسبتش العضوية العامة، فصلت عن الوالد واكتسبت العضوية العامة. دي عملت لنا مشاكل كتيرة جدا، ومشاكل انسانية. انت ساعات بيبقى صعبان عليك انك مش قادر تعمل حاجة. والحقيقة اللافت ان اولاد الاعضاء بيتجوزوا كتير من بعض، لانه ده مجتمع طبيعي. يعني مجتمع كبير، خلي بالك، مجتمع كبير. انت النهارده 180 الف اسرة يا استاذ ابراهيم، 180 الف اسرة. يعني احنا بنتكلم ان انت بتتكلم في يعني حجم مجتمع يكاد يكون بحجم بعض الدول الخليجية صغيرة. ده خاص في جنة. الجديد ان احنا الالتزامات المالية لازم تسدد. خليني افهم يعني ايه التزامات مالية. يعني انا النهاردة لو عايز افصل لازم اسدد الالتزامات المالية عشان ما يبقاش فيه مساءلة على النادي. الحاجات المهمة برضو ان احنا فترة الطلاق. ايوه، عايز اقف في النقطه دي شويه. ماشي. يعني زوج تزوج زوجة. وضمها، تمام، وهو عضو في النادي، تمام، وحصل طلاق بعد سنتين، تمام، او ثلاثه، ايه الموقف في حاله زي دي؟ واللي اسوأ من كده، مره في اولاد ومره ما فيش اولاد. مره في اولاد ومره يعني هناخد الحالتين. لو ما فيش اولاد لازم يمر عليه 5 سنوات الزواج 5 سنوات عشان تكتسب هي عضويه. لو بعد ال5 سنوات ما بقاش في بقى حاجه اسمها تكتسب او يكتسب، بقى في حاجه اسمها ان ده على الزوج وعلى الزوجه، على الولد وعلى البنت. توحيد للائحه اللي يسري على الراجل يسري على الست. المهم مين اللي كان الاساس. لو مفيش اولاد لازم يكون مده الزواج على الاقل 5 سنوات عشان تستمر عضويه. بالظبط. حصل ان في اولاد بتجب قصه ال5 سنوات لان الزواج بيبقى ليه. طب ليه الشرط ده؟ لان حصل في نادي الاهلي واحنا بنميكن اداره الاشتراكات، لقينا حالات للاسف، كان في حالات الناس بتتجوز بال5 و6 و9 مرات عشان اكساب العضويه للناس. حصل ده في نادي الاهلي.
حصل بالفعل وحصل في أندية كتيرة كبيرة، يمكن الأندية خدت بالها بعد ما مايكنا إحنا وبعد ما وظهر لينا، ابتدت الأندية تكشف الكلام ده وظهر برضو في أندية أخرى، فالأندية ابتدت تاخد حقها. هو كان الشغل ورقي فما عنديش أرشيف إلكتروني بالظبط، فكل شوية مش هتقدر ترجع يعني بالأرشيف جواز وطلاق، لكن النهاردة بقت دوسة يعني تك على الكمبيوتر بيبان لك التاريخ العضوية دي حصل فيها إيه، فلو حصل أولاد. لكن ساعات بيحصل انفصال، تمام؟ كان بعد الانفصال بيجي الزوجة أو الزوج بيعمل العضوية، وغالبا اللي بتبقى مظلومة فيها الزوجة، لأن ساعات الزوج ما بيبلغش بالانفصال ده وبيجدد العضوية أوتوماتيك لزوجته معاه. كان القانون أو اللائحة الاسترشادية قالت لمدة 6 شهور، إحنا فتحينها في اقتراح بفتحها ل3 سنين وفي اقتراح تاني بفتحها تماما، لأن بيحصل ساعات أن الزوج لا يبلغ الزوجة وبيكمل على الكلام ده لحد ما تعدي فترة 6 شهور أو 3 سنين ويسقط لها حقها في تحويل العضوية. نفس القصة في حالة الوفاة. حالة الوفاة يعني طالما هي مكتسبة كل شروط العضوية إذا طلقت ولم تبلغ، في أي وقت من حقها تيجي وتكتسب العضوية، أو طبقا للائحة المالية للنادي، اللي هيبقى فيه لائحة مالية للنادي معتمدة. واللائحة المالية دي ملزمة على فكرة، لأنها من وزارة الشباب أعتقد، من الهيئة الإدارية. يعني اللائحة المالية بتاعتك لازم تبقى متطابقة مع اللائحة المالية لوزارة الشباب والرياضة، ما تقدرش تعمل قانون لوحدك وما تقدرش تعمل لائحة لوحدك خارج اللائحة الملزمة، لأن وزارة الشباب والرياضة أو الجهة الإدارية الحالة الوحيدة اللي بتتدخل فيها في الرياضة هي الحالات المادية، هو الإشراف المالي عليك، فهي من حقها تحط اللائحة المالية المالي كله بتاع الوزارة الفني بتاع النادي بالظبط كده. فإن النهاردة القصة دي بنحاول نتفاداها. حالات الوفاة، حالات الوفاة دي حالات ساعات، لسه أسأل حضرتك عن موضوع الأرملة أو ساعات العكس. الأرملة بيحصل حالات الوفاة ساعات في ناس كتير بتدخل في حالة من الاكتئاب وبتفضل بعيد، كانت محطوطة فترة السماح 6 شهور برضو دي فتحناها خالص. لو معلش بعد الوفاة يعني 6 شهور، بعد يعني الوفاة حصل وفاة احد الزوجين بالظبط وما بلغش النادي انه حصلت وفاة. بالظبط كده. بعد ال6 شهور لو عدت ما يبقاش من حقها الفصل. طب هنعمل فيها ايه يعني بعد 6 شهور؟ الست تخسر العضوية؟ هل يعني ولو عندها ابناء؟ وساعات بيحصل ان ناس بتدخل في حاله من الحزن الشديد، وممكن يكون زوجها تعرضت لحادثه مع زوجها، الزوج مات وساعات بيبقى مثلا. خلينا برضو ان نقول ان النادي ده احد الاماكن الترفيهيه اللي الناس بتروحها، فبيبقى في اقل اولوياتك في حالات في الحالات اللي مثل دي، فراعينا البعد الانساني فيها وقلنا هنخليها مفتوحه، ولما هتيجي هيطبق اللائحه الماليه عليها. الناس عندها استعداد تدفع غرامات، لكن حرام ان انا تسقط العضويه، تسقط العضويه واخسرها. العضويه النهارده ثمنها 350 الف جنيه في النادي الاهلي، يعني عشان واحد كده يعمل عضويه جديده هيدفع 350 الف جنيه. طيب يا استاذ شريف، احنا دلوقتي عندنا موضوع الطلاق، وقلنا ان في ناس ما بتبلغش في حالات. انا النهارده في الواجبات الاعضاء الزمت العضو بتحديث بياناته، وتحديث بياناته تحديث سليم، واي عضو غير يعني مش هيحدث بياناته هو المسؤول عن التبعات دي. بمعنى ان انا النهارده كزوج عشان اضر زوجتي او مطلقتي بقى في الحاله دي وقعدت 3 سنين ما ببلغش، لو حصل بعد كده انها اثبتت الكلام ده او جت، هي هتاخد العضويه لان احنا شلناها، وهو سيتم عرض امره على مجلس الاداره للجمعيه العموميه بقى، لا لا، على مجلس الاداره اللي يقدر يوقع العقوبه اللي تتراءى لي لتصل لحد اسقاط العضويه. لان النهارده انا عندي حاجات كتير. بس اسقاط العضويه ده مش حق اصيل لمجلس الجمعيه العموميه؟ انا بعمل توصيه وبرجع للجمعيه العموميه لاعتماده، فلما برجع للجمعيه العموميه اصل في حاجات بتمشي باللوجيك، وبان انت بتقول للناس انا بعرض عليكم 1 2 3. النهارده واحد تلاعب في البيانات اللي مقدمها للنادي الاهلي، واحد عمل حاجه غلط عشان يضر حد، فانا النهارده ممكن اوقع عليه العقوبه اللي بشوفها مناسبه، او بعرض امره على الجمعيه العموميه لاسقاط العضويه. دي من الحاجات المهمه جدا. ممتاز. يعني ممتاز. كل واحد. طب خليني اسال حضرتك سؤال يا استاذ ابراهيم، معلش قد يكون عابر، يعني انا طبعا ما اقدرش اعمله، يعني ممكن اعرض نفسي حياتي تكون على المحك، يعني لا لا. لو عضو في النادي اتجوز زوجه تانية يعني ومحتفظ بالزوجه الاولى، يقدر يضمها ولا ما يقدرش؟ يقدر يضمها. يقدر يضمها، بس ما تدخلناش في مشاكل يا استاذ شريف. لا يقدر يضمها. في ناس جامده يا استاذ ابراهيم بغض النظر عن، يعني في ناس قلبها جامد يعني.
لا يقدر يضمها. يقدر يضمها. تمام. العضو التابع وده كان اقتراح انا اول مره اقراه على فكره وانا معاك، اللي هو كان اقتراح احدى العضوات انها توحيد العضويه، شروط العضويه ما بين الولد والبنت، وحدنا الشروط وكل والحد الاقصى لسن العضو التابع هو 25 سنه ما لم يكون في الحالات الخاصه. يعني 25 لازم الاب يفصل بقى اولاده، مش هيقدر يجدد، هيفصل والولد هياخد او البنت، الولد او البنت هياخد عضويه عامله سواء اتخرج ما اتخرجش، البنت اتجوزت ما اتجوزتش. ما هو انت حضرتك كان الاول ده اشتغل. طب انا حاطط ليه شرط التخرج؟ ما خلينا برضو انا النهارده سامح بان يبقى عندي مؤهل متوسط، مش كده ولا ايه؟ طيب الولد خد الثانويه العامه ولسه في الجامعه بس عدى 21 سنه، من حقه يبقى عضو عامل. كنت هسال حضرتك طب ليه 25 سنه؟ ليه مش سن الرشد 21 سنه؟ عملناها 21 سنه اختياري و25 سنه اجباري. النهارده في ولد يعني بتدوا له فرصه للسماح؟ اصل خلي بال حضرتك انا النهارده يا فندم يعني بصراحه واضح ان في جهد كبير جدا بوزن. يعني خلي بال حضرتك ان في رسوم اضافيه على المؤهل المتوسط. فالنهارده انا عامل الرسوم الاضافيه دي وفي واحد يقول لك لا انا لسه في الجامعه مش هعمل عضويه العامله غير لما اخلص جامعه. فالنهارده انا خليتها اختياري في سن الرشد 21 سنة. اجباري في سن 25 سنه، وده حقي كنادي عشان اعمل النظام الداخلي. يعني بجد انا فخور بكل التعديلات اللي تمت دي. خلينا بقى ندخل للاعضاء التابعين، اهم الحاجات الانسانيه اللي بتمس الاعضاء. ما في حاجات كتير جدا بتبقى صعبه. خلينا نعرف العضو التابع يا استاذ ابراهيم الاول. العضو التابع هو العضو اللي عضويته بتتبع عضو عامل في النادي. العضو العامل ده هو العضو صاحب الاشتراك الاساسي، وليكن مثلا الاب او الام اللي دفع الاشتراك كامل ودخل سواء في فرع او العضويه العامه في النادي. العضو التابع ليه هو ابنه وبعض الحالات الاخرى زي الاب والام. مثلا الاب والام كان بيقول لك لابد ان يكون يعولهما ومش عارف ايه والكلام ده كله وما يكونوش بيشتغلوا. طب يا جماعه موضوع الورق ده سهل جدا ان انا اجيبه. صحيح. خلينا الاب والام بس. طب الاب والام عضو تابع والاسهر يعني ولا يجوز لهما الحما والحماه. ما هو يبقى اب وام للزوجه برضو. نفس ما يعني اب وام الزوج او اب وام الزوجه هما ولا يجوز لهما تغيير عضويتهم، تفضل تابعه على طول خلاص. وسهله جدا يعني. اسهل على الناس عشان امور سهله. في عندنا حالات انسانيه كمان مهمه جدا اللي هي حالات الطفل اليتيم. يعني اللي فقد ابويه بالظبط كده لظروف ما بالظبط كده. مين هيرعاه؟ مين هيجدد له الاشتراك؟ عندنا حالتين، حاله الطفل واقع فعلا. عندنا حالات كتير وقابلتنا وبيبقى صعبان علينا. حاله الطفل اللي هو بيتم تبنيه طبقا للقانون رقم 12 لسنه 96. تبني ولا حد بيكفله؟ هقول لحضرتك كذا حاجه. لا تبني. هو في تبني في القانون؟ في تبني في قانون 12 لسنه 96 بيسمح بالتبني. يعني شروط وظروف معينه. يعني بالظبط كده. هو لا انا اسف، ده طفل يتيم الذي تكفله اسره العضو. تكفله. وهو نوع من انواع التبني. ومعاهم شهاده من الجهات المختصه انه فاقد ابويه ان هم بيكفلوه، وبيقعد مع الاسره دي من وهو عنده سنه لحد سن 25 سنه. انسانيا ما اقدرش بعد سن 25 سنه وبيمارس الرياضه وبقى عضو في الفرق والكلام ده، ما ينفعش بعد 25 سنه اقول له انت ما بقتش عضو، انت خلاص انت يتيم. يعني ما ينفعش. يا سلام. يعني انسانيا ما تنفعش. فالنهارده احنا النهارده انا بعتقد دي سابقه عظيمه للنادي الاهلي الحمد لله. بس دي حالات انت فعلا بتقابلها وبيبقى صعبان عليك الولد. يعني راجل بقى من وهو عنده سنه يعني ما فيهاش اي شبه التلاعب. ده راجل ده شيء ممكن يقتله كمان، انه فكره يوصل 25 سنه ونقول له لا مالكش علاقه بالنادي الاهلي واحنا اسفين مش هنقدر نعمل لك عضويه عامله. بالظبط كده. نفس القصه الطفل المشمول بوصايه العضو. في حاله إنسانية حصلت لنا برضو وشفناها، طفل والده ووالدته ماتوا في حادثة وعمه أو خاله أو خالته أو أيا كان حد من أقاربه بيرعاه أو وهو الوصي عليه ومعاه شهادة وصاية، والولد ده بيدخل النادي من وهو عنده سنتين لحد سن 25، تقول له أنت مش عضو؟ ما هي دي برضو حالة. ما هو عضو تابع وبتطلع له كارنيه أنه هو عضو تابع. ده هو كان والده ووالدته اعضاء ولا هو بيدخل مع عمه؟ لا هو بيدخل مع عمه او خاله او حاله. يبقى اذا كانت اسره تكفله او كان مشمول بالوصايه. ومشمول بالوصايه دي صعبه جدا في مصر وليها اجراءاتها القانونيه وبيتاخد بيها ورق والكلام ده كله. اسمح لي اشكر اللجنه يعني الحقيقه على التواصل. لا انا بشكر الناس اللي شيء عظيم الحقيقه. ربنا يخليك. شيء انساني يليق بالنادي الاهلي الحقيقه. يعني دي
دي حالات إنسانية كتيرة. ودي عن تجربة، يعني أنتوا لمستوا هذه الأمور عن تجربة ونقلت إليكم من الزملاء في إدارة الاشتراكات بالزبط. ومن خلال الاحتكاك مع الأعضاء. بالضبط كده. حالة تانية، قصة العضوية دي معقدة جدا والحضرتك قلتها، عضو عمل عضويته ونسي يعمل لأولاده لأن ورقهم ما كانش كامل، مراته ما كانتش ورقها كامل، مش عارف إيه، فقال لك هعمل عضوية وباجي أعملها ونسي لأي سبب توفاه الله. طب أنا النهاردة هل العيلة قبل ما يضم أسرته، قبل ما يضم أسرته عملنا حاجتين في القصة دي، حاجتين مهمين جدا، حاجة اختيارية وحاجة هنعملها للأعضاء. الولاد دي من حقها أنها تدخل كأعضاء تابعين بعد وفاة الأب والأم، بعد وفاة الأب، ومن حق الأم اللي هي تشملهم بالرعاية أنها تدخل كعضو تابع، بس في الحالة دي الأم هتفضل عضو تابع، مش هتتحول لعضو عامل، لأن هي اللي بتدخل ترعاهم، لأن أنا ما أقدرش أدخل ولدين عندهم سنتين وولد عنده 4 سنين مثلا لوحدهم النادي بدون الأم. بالضبط كده. ولما هم يصلوا إلى سن 21 سنة يضموها على عضويتهم كعضوية أباء أو أمهات، من حقهم أن هم يضموها. تمام. فكل الاحوال هي ما خسرتش حاجه الام، بالعكس ده هي تم ضمها كارمله الى عضويه الزوج كعضو تابع ورعت اولادها وعضويه اولادها بقى في الحاله دي، مش عضويه الزوج. لكن الولاد هو القاصر هياخد عضويه عامله ازاي يا استاذ؟ هياخد عضويه تابعه، هتفضل عضويه تابعه ويحق له الاحتفاظ بالعضويه التابعه. انا عندي كمبيوتر، انا عندي داتابيس شغاله وهيفضل القانون بيسمح بهذا كل الامر. كل الكلام ده القانون سايب الحريه، موضوع العضويات ده للنادي، موضوع العضويه للنادي واللي انت تراه واللي انت تحل بيه مشاكلك. لان بصراحه برضو المهندس خالد عبد العزيز كان عضو مجلس اداره نادي الصيد قبل صحيح. ما يبقى وزير فاكتسب من الخبرات ومن المشاكل اللي قابلته اللي ادى حريه للنادي للتصرف. فدي حاله، دي حاله لا فيها حاجات كتير، معلش بقى استحملني. لا استحملني في العضويه لان عايز اقول لك حاجه. اعتقد انه قد يبدو هذا الكلام للمشاهدي القناه العاديين او للجمهور بالنسبه لهم مش مهم، لكن بالتاكيد ده بالنسبه للساده الافاضل اعضاء الجمعيه العموميه قد تكون اهم حلقه واهم موضوع ممكن نتكلم فيه. لا بس انا عايز اقول لحضرتك ممكن تكون شويه مش للجمهور مهمه، لكن النهارده وانا جاي لحضرتك وعديت وانا معدي على النادي وقفتني احدى العضوات المحترمات وقالت لي ايه اللائحه اللي انتوا عاملينها دي في العضويه، ايه المشاكل اللي انتوا عاملينها في العضويه دي، انتوا ما حلتلناش مشاكل، انا عندي كذا كذا. قلت لها طب انا هستسمح حضرتك، شوفينا لولادي، اتفرجي لولادي. فانا بقول لها يا رب نكون عند حسن ظن حضرتك، ويا رب تكون الحاجات اللي الاقتراحات دي يعني غطت نقط كتير، ويا ريت اللي عنده اقتراحات لسه يقول لها ويتصل بينا، واحنا موجودين بكره وبعده وبعده في الثلاث فروع لغايه يوم الاحد بالليل يوم الاحد بالليل. بالظبط كده. بالظبط. طيب دلوقتي عندنا ولد الحاله دي، ولد متوفي، والده ووالدته متوفين وعنده وصي خاله او اي حد قريبه، والوصي ده مش عضو في النادي. تدخله؟ هدخل الوصي ده كعضو تابع لحد ما الولد ده يتم 21 سنه، الوصي ده بيخرج بره. بشكره خلاص. بشكره. لكن ادى دور عظيم يعني. ما اقدرش اديله طبعا عضويه. لا مش هديله عضويه، لكن انا اديته رعايه الولد ودخول النادي معاه. بالظبط كده. سين سؤال معلش يا استاذ ابراهيم، الوصي فقط ولا زوجه الوصي؟ لا الوصي فقط. الوصي فقط. انا بدخل، انا بعمل حاجه. فرضنا الوصي نفسه مش فاضي وكاسره ممكن ينوب عنه بقى ساعتها، ممكن نشوف اللي ينوب عنه الزوجه او حد تاني، لكن انا ما اقدرش افتحها على عوامل يعني الشخص المرافق للولد في دخول النادي. انا لقيت له حل، ويقدر بقى لو حد تاني داخل يدخل بتذكره، لكن انا لقيت حل ما اقدرش افتح بقى على 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 البحر، لان انا كده ببدي العضويات مجانا. عظيم. واخد بال حضرتك ازاي؟ ده برضو عندي هتحاسب على كده لو صح. فتحتها على عواهنها في النهايه في ضوابط يعني. طيب دلوقتي عندي اولاد صغيرين قصر حسب نفس حاله الوفاه دي، بس ما حدش اهتم انه يجي يشوف العضويه ولا يشوف الكلام ده للانجال. هحتفظ بالعضويه دي ليهم ومش هوقع عليهم غرامات لحد ما يتم سن 21 سنه، وهيرجعوا يدفعوا كل السنين اللي ورا دي الاشتراكات اللي مقرره عليهم بعد ما يتم 21 سنه، ويتفضلوا ياخدوا عضويتهم العامله. سين سؤال فضل. بغرامات ولا المبالغ المستحقه؟ لا مش غرامات، دي حاله أشكر. انسانيه أشكر. ما اقدرش اعملها بغرامات. انا كنت عايز الاجابه. لا ما اقدرش اعملها بغرامات، ده اطفال. اشكرك. بس احنا مش جايين عشان نستثمر في الاعضاء وناخد فلوسنا من الاعضاء، احنا دورنا ان احنا نوفر خدمه ونساعد الاعضاء، والاستثمارات والحاجات الماليه ليها حاجات تانية هنناقشها ان شاء الله. شكرا. طيب
يعني هي دي الحاجات الرئيسية. طيب. اللي عندنا طبعا يعني هي دي اعتقد ابرز الامور اللي كان فيه تعليقات كثيره بشانها، موضوع الارمله والمطلقه والزواج 50 ولا 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 3، في هذا الزواج اثمر عن ابناء ولا لا. حضرتك اوضحت لنا الحقيقه كل الامور. الوقت اللي بيكسب الزوج الثاني العضويه بيبقى هو العضو الرئيسي لا قدر الله لو حصل انفصال. بالزبط. يعني لو الزوجه اكسبت زوجها العضويه وحصل انفصال تبقى الزوجه هي العضو العامل والزوج هو اللي ياخد عضوية جديدة. تمام. والعكس صحيح، حتى لا يكون هناك غبن أو ظلم زي ما حصل في موضوع نجلة الراحل العظيم فريد شوقي. تمام. عندنا بقى حاجات لازم نقولها للأعضاء عشان ياخدوا بالهم، لأن احنا زي ما ادينا الناس حقها. طب ناخد استراحة صغيرة. طبعا نروح. طب انا قلت لك اصل البند ده ده موضوع يعني مهم جدا. لا معلش، لأن هو ده اهم بند بيلمس مع الأعضاء. انا بشكر كمان يعني زميلي وصديقي العزيز دكتور خالد توحيد رئيس القناة، يعني هو ادى توجيه انه احنا مستمرين يعني قد نتجاوز. بس مش عايزين نطول على الناس عشان ما يبقوش مننا. بس ان شاء الله لا طيب برجاوي بيقول لي فرمان لغايه 11. ماشي. طيب. نشوف اسامه قنديل ونرجع. ساعات المستشار اسامه قنديل هذا الاهلاوي العظيم المحترم رجل القضاء. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه. الحمد لله يعني هو جانا يعني من السفر. كويس ان حضرتك قلت، انا ما رضيتش اقول عشان ما يقولوش متحيز، لانه المستشار اسامه قنديل هو الشقيق الاكبر الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره معانا. استاذ اسامه قنديل دي اسره بتتفانى في خدمه الله. لا يعني انا عايز اشكره. استاذ اسامه قنديل كان جاي وكان في اجازه سنويه، وكان المفترض انه يرجع عمله في اخر شهر اغسطس. يا سلام. بعد ما تم تكليفه في لجنه الصياغه فقرر مد اجازته لحد اخر شهر سبتمبر. يا يعني سلام. وتفانيا في خدمه النادي الاهلي يوميا، الراجل ده موجود في النادي الاهلي يوميا من 9 10 صباحا ل 9 10 مساء مع لجنه الصياغه. بشكره ويعني ده عهدنا بالاهلاويه. ده عهدنا بالاهلاويه. هم دول ولاد النادي الاهلي. بالظبط. مستشار اسامه قنديل ونعود الى حضرتك. فعلا بصدد اللمسات النهائيه لمشروع لائحه النادي الاهلي اللي حرص كابتن الخطيب ومجلس اداره المحترم انه يعرضه للجمعيه العموميه لابداء الراي فيه. وزي ما حضرتك شايف مش الجمعيه العموميه بس، ده شبه حوار مجتمعي شامل مصر كلها، لكن بقى على خاصه طبعا اعضاء جمعيتنا العموميه. الاعلاميين بيدوا رايهم، الساده النقاد والصحفيين الفنانين، اصحاب الراي، اصحاب الخبره القانونيه، حتى اصحاب الخبره الحياتيه. احنا بنسمع الناس افاضل محترمين اعضاء الجمعيه العموميه من يعني مجالات مختلفه في الحياه. طبعا سمات التشريعات النهارده الحديثه كلها انها تكون تعرض على الناس اللي هتطبق عليهم، لابد ان يدلوا رايهم. انتهى مساله التشريع الفوقي ده، خلص خلاص. النهارده عشان التشريع يحترم وتضمن احترام الناس له لابد ان يكونوا شاركوا في اعداده. اللجنه فيها قامات طبعا الحمد لله رب العالمين، اولا نفخر انها موجوده في بلدنا، قامات محترمه، قامات مهنيه من الطراز الاول. بالنسبه للاماكن اللي اشتغلوا فيها او تولوها او مناصبهم حاليا او سابقا، كلها الحمد لله بتخلينا في الاخر نقول ان شاء الله اللائحه بتاعتنا هتكون لائحه محترمه. وانا ما بنقول محترمه بمعنى ايه؟ بمعنى انها تكون مطابقه. عندي اول حاجه الدستور المصري، طبعا اول حاجه لازم تكون مطابقه له. عندي بعد كده القانون الرياضه 71 سنه 2017 بهيكلته الجديده بجيناته الجديده. طبعا حضرتك عشان الناس كلها تبقى عارفه في اختلاف كبير بين القانون الحالي وبين القانون اللي كان قبل كده السابق 75. يكمن الحكايه كلها ان القانون الحالي اعطى مساحه كبيره للجمعيه العموميه. الاجتماع حضرتك برئاسه المستشار محمود بفهمي. طبعا حضرتك عارف المستشار محمود فهمي هو عضو مجلس اداره سابق في النادي الاهلي لعده دورات، وعضو جمعيه عموميه من زمان قوي، رئيس اللجنه القانونيه في النادي الاهلي في الفترات حتى اللي ما كانش فيها عضو مجلس اداره كان هو رئيس اللجنه القانونيه. طبعا بعد كده ليس في الاهميه، كلهم ناس مهمه، ولكن في الترتيب يعني اللي الواحد بيتذكره معالي الوزير طبعا السابق للشؤون القانونيه ومجلس النواب، نائب رئيس مجلس الدوله
المستشار مجدي العجاتي طبعا، وبرده من الافاضل اللي موجوده سعاده المستشار الدكتور عمر بيه الشريف. الحمد لله كل اغلبنا ان لم يكن جميعنا في الموضوع، يعني في مجال التشريع، مش مجال القانون بوجه عام او حتى في اختصاص قضائي، لا ده الاختصاص بتاعهم هو التشريع. شكرا لعضو النادي الاهلي وابنه المستشار اسامه قنديل اللي بنعتز بيه الحياه وبنشكره على هذه اللفته وحرصه على يعني ان يمد اجازته ويبقى في القاهره للمشاركه في لجنه صياغه هذه اللائحه. انا ما اعرفش هو نسي يقول المستشار احمد حسان كمان، انا شايفه موجود مع المستشار عمر شريف، مجموعه الحقيقه من قامات النادي الاهلي اللي بناكن لهم كل تقدير واحترام والعمل دؤوب من اجل اعداد اللائحه في صورتها النهائيه ان شاء الله اللي هتطرح على الجمعيه العموميه. استاذ ابراهيم سريعا بقى قبل الوقت ما يداهمنا، احنا وصلنا لفين في بعض مشاكل العضويه وعالجتوها ازاي؟ احنا كل المشاكل دي المشاكل الرئيسيه، احب بس اكد ان كل المشاكل دي اتحلت طبقا للائحه الماليه للنادي والقرارات المنظمه اللي بتتاخد في هذا الاطار اللي لا تخرج عن اللائحه الماليه للجهه الاداريه، اللائحه الماليه الملزمه من الجهه الاداريه. عظيم. وده الاطار. في حاجه بارزه تاني حضرتك محتاج تطمن بيها الساده اعضاء الجمعيه العموميه؟ يعني هي دي، ونقفل بقى قصه العضويه، وهي زي ما ادينا الاعضاء حقهم طلبنا او حطينا البنود اللي تلدي النادي الاهلي حقه من الاعضاء. اي حق يقابله واجب بالظبط في الدنيا، اي حق يقابله واجب. فاحنا حطينا من الواجبات العضو اللي هي يجب على العضو تحديث البيانات في حاله وجود تغيير في اي من الاحوال التي تم الاشتراك على اساسها، ويتحمل العضو او المستفيد كافه الاثار المترتبه على اخفائه لتلك البيانات الصحيحه. عظيم. طيب، وفي نفس الوقت برضو قلنا في حالة تقديم العضو لمستندات غير صحيحة قبلت على أساسها العضوية يتم إسقاط العضوية مع عدم أحقية العضو في استرداد المبالغ التي قام بسدادها. لو حضرتك جاي بتعمل عضوية في النادي الأهلي جايب ورق مش سليم، حضرتك بتتحمل الكلام ده، تتحمل تبعاته، بتسقط عضويتك وليس لك الحق في استرداد ما دفعت لان انت قدمت اوراق غير سليمه. ما بني طيب. على باطل. بالظبط كده. في حالات بقى ثانيه اللي هي تحديث البيانات، انا حطيتها في اللائحه ومجبره وملزمه للاعضاء. ليه؟ انا عندي حالات تغل يدي فيها، عندي حالات لاعضاء يتجاوز عمرهم ال 100 عام. ربنا يديه الصحه. لا هو مش صحيح، ربنا يدي الصحه لكل واحد على الورق. على الورق. لكن هو حدث حصل وفاة، لكن الأعضاء التابعين بيستفيدوا منها، بيستفيدوا من الحالة دي. إزاي من حضرتك؟ أنا كنادي ماليش إن أنا أروح أدور ده مات ولا ده عاش ولا ده الكلام ده كله. بيستفيد منها إزاي العضو التابع؟ العضو يعني اللي من مصلحته إن هو كان يفصل ويبقى عضو عامل هو وياخد رقم عضوية. الكبار السن ليهم دفاتر مجانية للدخول، كبار السن ليهم اشتراكات مخفضة عن الأعضاء العاديين وده حقهم علينا. ورعاية طبية طبعا. ورعاية طبية كبار السن، الناس اللي تابعة لكبار السن النهاردة لو هو توفى لازم يفصل وياخد عضوية عاملة، فدي في رسوم للنادي الأهلي. كل الكلام ده في ناس بتستسهل وما بتدفعش الكلام ده. هيحصل مراجعة ليها؟ هيحصل مراجعة. حضرتك الملزم، انا مش هجري وراك تاني، بس لو حصل او بان لي في وقت من الاوقات ان حضرتك مثلا دافع الاشتراك 2019، لان ده اللائحه مش هناخدها باثر رجعي، مفيش لائحه بتتاخد باثر رجعي، وده درس جديد للنادي الاهلي. هتطبق من امتى؟ تفعل من امتى اللائحه دي؟ تفعل من يوم اعتمادها من الجمعيه العموميه فيما عدا بند الانتخابات وقوام مجلس الاداره، عشان ما تكونش في مشكله ان انا اعمل انتخابات مجلس اداره جديد. المجلس ده هيستكمل مهمته ويتم تفعيل جميع البنود الخاصه بمجلس الاداره بدايه من معنى كده ان هيبقى في بند انتقالي او ماده انتقاليه بهذا المعنى؟ طبعا طبعا في الاحكام العامه. فالنهارده حضرتك هتتحمل مسؤوليه الحاجات دي. لو ما جيت مثلا في 2020 واكتشفت ان حاله الوفاه دي كانت من سنين قبل كده، حضرتك هتتحمل تبعات الكلام ده. اهم حاجه بقى في مسؤوليه قانونيه كمان، في مسؤوليه قانونيه في اخفاء لمعلومات. بالظبط كده. اهم حاجه عشان نقفل بند العضويه، وده كان مطلب اساسي، اللوائح اتغيرت كتير قوي خلال ال 40 50 سنه اللي فاتوا في بنود العضويه. كان في سماح بدخول الشقيقات، كان في سماح بدخول الاقارب، كل دول كانوا بيدخلوا بعضويه تابعه. وفي ناس منهم حولوا وناس ما حولوش. اللائحة الجديدة قفلت الكلام ده؟ قفلت الكلام ده خالص. اللائحة الاسترشادية كانت قفلت الكلام ده وخليتهم من بره، رغم ان في حالات انا شفتها وصعبت عليا وصعبت علينا كلنا، لان ناس بقالها 30 سنة في النادي وما تقدرش تحول، زي الشقيقات اللي داخلة بقالها 30 40 سنة. بالظبط كده. فقلنا
كمرحلة انتقالية من دخل على لائحة يفضل عليها كعضو تابع لكن الجديد للايحة. الجديد لا الجديد بقى هنفذ لائحتي الجديدة. كنت عايز أسأل حضرتك بخصوص التعديل، تعديل لائحة، من له حق التعديل؟ لأن الموضوع ده أسيء فهمه. أمين. وهل مجلس الإدارة منح لنفسه حق التعديل؟ وفي حال عدم اكتمال جمعية عمومية غير العادية المخول لها التعديل، فالتعديل يبقى مقبول ولا مرفوض؟ يعني المجلس عايز ايه بالظبط؟ طب خلينا نقول الفلسفه اللي المجلس على اساسها خد القرار ده. خلي بالك انت لا يعني انا بس عايز اسال من سؤال، انا بسال سؤال مخالف، لانه احنا دايما اتعلمنا في الاعلام انه فكره انه انت تكون محامي. الحمد لله الامور ماشيه بشكل سريع، اللائحه باذن الله بتقربت تكتمل، قدامنا حوالي 4-5 ايام الشكل الاخير للائحه يظهر، كل اللجان شغاله، طبعا لجنه الصياغه واللجنه المركزيه عاملين مجهود كويس، وكل يوم في اجتماعات، كل يوم في ورش، وباذن الله نبدا بكره الاجتماعات مع اعضاء الجمعيه العموميه على مدار الخميس والجمعه والسبت، وباذن الله نطلع بحاجه في الاخر تبقى مرضيه للجميع باذن الله. كان الناس قلقانه ان الشكل اللي طلع يبقى هو الشكل النهائي للائحه، وكتبت انا على الفيسبوك واكثر من عضو مجلس اداره ان لا، وان دي مطروحه للمناقشه، وان نقط كتير جدا كان فيها اختلاف عليها مننا كلنا، لكن المفاجاه اللي احنا شفناها الكم التفاعل الكبير والكم الرضا اللي بدانا نشوفه عند الاعضاء من ان كل حاجه بيقولوها بيحصل فيها تغيير. اهم حاجه في الموضوع ان احنا نبص على 3 حاجات، الاختصاصات الجمعيه العموميه وقد ايه اللائحه دي هتبقى حاميه الاختصاصات بتاعه الجمعيه العموميه، نمرة 2 الحريه بتاعه اعضاء الجمعيه العموميه، ونمرة 3 كيفيه امتلاك الجمعيه العموميه لمقدرات النادي والاسيتس بتاعه النادي. نشكر لجنه الصياغه وبنشكر اللجنه المركزيه اللي فيها اعضاء من مجلس الاداره عندنا، عملوا مجهود كبير جدا على مدار الشهرين 3 اللي فاتوا، بالاخص يعني داسوا بنزين في الشهر الاخير ده بشكل كبير، لان الكابتن محمود الخطيب في البرنامج بتاعه كان ان احنا نعمل اللائحه الجديده قبل الجمعيه العموميه في اخر 10 باذن الله، عملوا مجهود احنا ما كناش متصورين ان هم هنلحق بالشكل ده، لكن الحمد لله بنشكرهم. مبسوطين من فكره التفاعل، من فكره وجود ورش عمل من الاعلاميين والفنانين والاعضاء العاديين والكتاب اللي بيروح لهم اللائحه لحد عندهم، كتير منهم بيشاركوا وبيبعتوا لنا، يعني انا شايف ان هي تجربه ديمقراطيه جميله، بنقدم دستور يليق باسم النادي الاهلي، وبندعو الجمعيه العموميه ان هي يبقى عندها اللائحه بتاعتها. احنا عندنا انديه كتير جدا في مصر خلصت اللائحه بتاعتها من السنه اللي فاتت من قبل الانتخابات بتاعتها، انديه زي الزمالك زي هليوبلس زي الجزيره، كل الانديه دي خلصت، فعيب النادي الاهلي لاي سبب او اخر ان هو ما يبقاش عنده اللائحه بتاعته. فالموضوع ما هوش مين مع مين ومين ضد مين، احنا كلنا مع بعض ان احنا نقدر نطلع حاجه كويسه تليق باسم النادي الاهلي، واحنا عملنا يعني لجنه الصياغه واللجنه المركزيه صاغوا اجتهدوا ان هم يطلعوا حاجه يعرضوها للجمعيه العموميه، وعلى الجمعيه العموميه الاختيار ان هل احنا نفضل ماشيين باللائحه الاسترشاديه فتره ثانيه ولا خلاص ان احنا يبقى عندنا لائحه بتاعتنا. الموضوع بسيط يعني. زي ما بقول كل واحد يبص على لائحه من ال3 حاجات اللي انا اتكلمت عليهم. نمرة 1 زي ما بقول اختصاصات الجمعيه العموميه شكلها ايه، نمرة 2 انت النهارده حريتك متأيده ولا لا، نمرة 3 انت قادر على التحكم او امتلاك الاسيتس بتاعتك جوه النادي. 3 حاجات دول هم اهم 3 حاجات، لو انت شايف انهم متغطين بشكل كويس لازم تنزل وتشارك انك انت يبقى النادي بتاعك عنده اللائحه بتاعته، لان عيب النادي الاهلي ما يبقاش عنده اللائحه بتاعته وكمان بعدد يكون اكبر من اي حد تاني. الحقيقه لقاء مهم جدا وبشكره عليه عضو مجلس الاداره المحترم الاستاذ محمد الضماطي اللي يبدو في تجربته الاولى في مجلس الاداره، الحقيقه انا معجب بيه ومنحاز له استاذ ابراهيم الحقيقه يعني. لا